المهرجانات الشعبية دي ممكن نتكلم أكتر حاجة مؤثرة فيها ممكن تبقى ثقافة شعب وثقافة تعليم، مش شعب بأكمله بس هي ثقافة انتشرت. وأكتر حاجة مؤثرة فينا اليومين دول هي مثلا الفن، ده من وجهة نظري إن الفن ما بقاش ينقل رسالة معينة، ده بالعكس ده بقى يزودها. من وجهة نظر مخرجين كتير بيطلعوا، من وجهة نظر اللي بيعمل أصلا ده كده ده بيساعد على كده. عمري ما كان الرساله دي ان هي رساله الفن تبقى بالصوره دي. تمام، المهرجانات دي هي الحاجه الوحيده يعتبر اللي في العيد دلوقتي بقت تحسسنا بالجو العيد، ان كان بيفرغوا بلالين او يعني يدوا هدايا للاطفال الصغيره، دي حاجه بتدينا روح معنويه اكتر ونحس بالعيد بيه اكتر. موضوع الناس اللي بترقص على المهرجانات في الشارع ده، فطبعا دي حاجه سخيفه جدا، يعني اللي عايز يحتفل ويرقص براحته بس مش في الشارع قدام الناس. كل واحد يا ريت يبقى يحترم الناس اللي ماشيه ويحافظ برضو يعني يحافظ يعني على شعور الناس اللي ماشيه في الشارع. في ناس كتير بتضايق، انا واحد من الناس بتضايق، انا بحب المهرجانات بس بتضايق من اللي بشوفه في الشارع، ما فيهاش فصال دي يعني. طبعا سلوك مش كويس، شاب متهور، يعني يا ربنا يهديه. طبعا كل واحد حر يحتفل بالعيد بالطريقه اللي تريحه، بس يعني ما يضايقش الغير. يعني مهرجانات دي للاسف ظاهره جديده وبصراحه يعني سخيفه جدا. المهرجانات يعني اللي هي الاغاني اللي هي مزيكا الدوشه الشعبيه قوي دي، للاسف اللي بيحب او بيسمعها ليه سلوك معين كده، مثلا يقلع، مثلا يبقى توبلس من فوق ويرقص بطريقه معينه. يعني انا عن نفسي بحب اشوف منظر زي ده. طبعا من رايي ان موضوع المهرجانات ده قصه مش كويسه خالص، نتيجه لان طبعا بيحصل فيها حاجات فوق العاده، يعني حتى وان كانت تقاليد او ان كانت عادات، ولكن برضه هي مش على ما يرام. انت ممكن تحتفل وتفرح، وبس تفرح بالاسلوب المناسب والملائم. مش شايفها حاجه لذيذه، يعني دي ناتجه عن الافلام الافلام بتاعت السبكي. ايوه فعلا. والحاجات اللي بنشوفها اليومين دول حاجات مش لطيفه خالص، يعني الجيل ده كله طالع مش فاهم اي حاجه غير ان هو يرقص يقلع في الشارع، مش اكتر من كده بس.